الجولة. الشوارع فيينا طبعا الآن احنا الآن بالسبع عز الصيف شهر 7 اليوم 15/7 الساعة 2 الظهر. الآن جو حار والناس قاعدين قاعدين بالمطاعم ومشكل عرب وأجانب لكن عايشين بعالم آخر غير عالمنا. لأن الجو حار اليوم حاطين محطة للشرب الماء مجاني الناس قاعدة تعبي. قلت لكم اليوم شهر 7 عز شهر 7 المهم على المطاعم الناس ما قلت لكم عشان أجواء ثانية. الخليجيين معدودين على الأصابع معروفين من أشكالهم. نعرف هذا التعيش. نصب تذكاري في فيينا نشوف شنو هو. نصب تذكاري طبعا أجواء جميلة فعلا.